السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو ده أنا حأوريك كيف تقدر تعرف لو أنت عندك واحدة من أهم المهارات على الإطلاق اللي ممكن تقدر تغير بها حياتك وحياة الناس اللي حوالينك، اللي هي مهارة القيادة. عشان نقدر نعرف الحاجة دي، نحن أول حاجة محتاجين نعرف مع بعض مفهوم القيادة، لأنه في مفهوم مغلوط وشائع. كويس، القيادة ما هي المنصب وما هي القروش وما هي الإدارة؟ تمام، القيادة هي مقدرتك على التأثير على الآخرين. تمام، يعني كيف تقدر، هل عندك المقدرة إنه تقدر تأثر على الناس اللي حوالينك ولا لا، وكمية التأثير دي ممكن تكون قدر شنو؟ طبعا واحدة من المشاكل الكبيرة شديد إنه الواحد بيكون قاعد في منصب وبيكون بيتكلم مع الناس اللي تحته وبيقول يا فلان انت اعمل كده ويا فلان انت اعمل كده ويا فلان انت اعمل كده، وبتكون شايف انه الناس بيأتمروا بأمرك وبيمشوا بشورتك. ولكن عشان ما تخضع نفسك، انا في الفيديو ده حاوريك انه الناس اللي تحتك ديل غالبا الحاجة اللي بتخليهم يسمعوا كلامك هو المنصب بتاعك، وبرضو غالبا الحاجة اللي بتخليهم يسمعوا كلامك هو المرتبات بتاعتهم. تمام، فخلينا نعمل الاختبار البسيط ده، خلينا نشيل المرتبات ونشيل المنصب بتاعك برا ونشوف هل لسه بيكون عندك المقدرة على التأثير على الناس ديل ولا لا. ده هو المقياس الحقيقي لمقدرتك على القيادة. تمام، حتى إذا ما عندك الليلة منصب، ممكن أديك يعني اختبار سريع يعني ممكن تقدر تعمله عشان تقدر تعرف مقدرتك على القيادة قدر شنو، وهو انه تشتغل شغل طوعي. كويس، امشي لواحده من المنظمات الطوعيه او اي منظمه خيريه او كده، نوع المنظمات اللي ما بيكون بيدوا للناس يعني قروش واضحه وما في هيراركي، ما في تسلسل واضح في موضوع المناصب وكده، يعني ما في منصب، لكن انت بيدوك فريق كده وبيقول لكم يا اخي اعملوا الحاجه الفلانيه وشوف هل عندك المقدره انه تاثر على الناس اللي حوالينك ديل وتخليهم يمشوا في الاتجاه اللي انت شايف انه هو اتجاه مناسب ولا ما عندك المقدرة دي. انا شايف انه دي اكتر طريقة بتقدر تعرف بيها بجد مقدرتك على القيادة. وبعد ذاك، بعد ما عرفتها، بعد ما قستها مقدرتك هي قدر شنو، عايز اطمنك انه دي واحدة من المهارات الممكن تقدر تطورها لقدام. شباب، استمتعت جدا بحلقة اليوم الخفيفة، اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.